اليوم العالمي للمسرح كان مفصول على ليالي رمضان والمهرجان، ما بحكم انه تويتا الدات نتاعو مع ليالي المهرجان دونك اوبليجي ان نحطوه، ما نجموش نتجاوزوا معنا اليوم العالمي للمسرح ما نحطوش، ودونك تحط وجميل جدا انه يتحط في مناسبه كيف هكا في مهرجان ليالي رمضان. هو صحيح فما فرق ما يكملوا بعضهم نورمالمون، مهرجان ليالي رمضان مع نذكروا مع المسرح مع وتات مع انه نكرموا فقيد الساحة الفنية السيد محمد مهدي القلعي واللي كانت معاه برشا تجارب. ديجا اخر عمل باساسيون اللي هو تمرير مهام كانه ميساج، ويمكن احنا فنانين نحسوه اللي هو ميساج اللي مر حبه للفن، مر محبته للركح، مر حبه للنصوص وكتابات. كان اخر عمل ليه اللي هو معانا في الاحتراف في شركه مراحل الانتاج المسرحي، مازال العمل مراش النور ان شاء الله باش يبدا بليتو اما بمرار. بون سي محمد الله يرحمه، انا خدمت معاه ثلاثه اعمال في الهوات، مسرحيه العاصفه ومسرحيه لماذا لا تغني النمله اللي خذت الجائزه الاولى في الوطني ومسرحيه كواليس، وخدمت معاه عمل في الاحتراف في شركه مراح تاع استاذه سلوى الرابحي. بون كانت تجربة ثلاثة سنين محلاش كان منها، الله يرحمه سي محمد، كانت تجربة مليئة برشا محبة، علمنا برشا حوايج ما نعرفوا نحن المسرح يلم، جمعنا واقع مسرح القيروان واقع مرير الحقيقة، كما هو موجود هنا كما معناها في القيروان كما في تونس بصفة عامة، وخاصة أنه المراكز الدرامية قاعدة واقفة على نشاطها لأسباب نقولوا نحن قانونية إدارية، لأنه ما عندهاش ستاتو فرقة كيكة عشوائية مسيبتها الوزارة أي وسياسيا عملوها الحكاية هذه، لأنه تشد جمهورية كاملة فيها 26 مركز ما قالش به ربي، ما قالش به حتى تاريخ الأماكن اللي موجودة واللي تناظر واللي فيها نحن نقوله يعني الإبداع والممثلين، فما جهات اللي غالبا المسرح ما يتعملش فيه بعد، مش الناس كل تعمل في المسرح، الموت كان أسبق وكل شيء. محمد ما زال صغير، حتى نقوله نحن ما زال حتى على التكريمات ربما كيكرمون تفكروا في مهرجان حتى الحفز أنه باش يقدم ويعمل مخير ويغزل وكل شيء، لأنه يعني تبارك الله عمل برشا عمل، خدمت معه برشا حاجات وخدم مع ناس أخرين وكل الهوات نعم ديما موجود، ما بقى الغالب الموت كان أسرع وجا في وضع هذا بيرحمه، نحن بينا تفاجئنا ديك حاجة وكل، أما بقى عيب أنه نقعد نستنى في العباد حتى تموت باش نكرموه، وهذه سياسة عندنا نحن، وهذيك نحن نولي نعزو الشخص اللي ما ينهزوه للحوت، فهمتني وين سعد فنان الغلبة إلا تحت الحوت، عيب لأنه بالحق أعطى برشا حاجات المسرح، سنة الله في خلقه، لكن مهما كانت راه اليوم بالعالم المسرح يكون يتعدى بحزن لأنه عمري ما فرحت به بالحقيقة، ما نفرحوش به، لأنه كان نفرحوا به بقانون الفنان مش موجود، وذي نعركنا عليه سنين، وتو في البرلمان كل مرة يتفسخ برا، وقعدنا عليه على قداش من معناها في من جلسات والكل مهمة، ومش نعرفين فين باش نمشيو وين باش يهزونا. أنا ربما منعته شوية والحمد لله، أما أنا خايفة على الجيل الجديد. قلت لكم مرحبا بكم، هي لما حلو أنا شفنا بعضنا، أنا كل أنا نشوفوا في بعضنا، وهي لما الأحباب وللأخيين وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديما عندنا أمل، أنا ديما متفائلة وإن شاء الله نقول غدوة، أنا فما حاجات تحب نراهم وإن شاء الله ربي ما ياخذني عنده، بيان سور بعد عمر طويل، أما لا فما حاجات نحب نراهم قبل ما يتحققوا إن شاء الله. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس.